والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. اليوم رح نحكي في الريميندر أساينمنت، ربما نكون ما تكلمناش عنه كأوبريتور قبل كده، الكلام الأوبريتورز اللي فات ربما نكون حكينا عنهم كمقدمة كده. المرة دي رح نحكي في الريميندر أساينمنت اللي هو أوبريتور بتاع بيعمل حاجتين، تمام؟ الحاجة الأولانية هو بيقسم زي نفس اللي فات بالظبط، ها، يعني بيقسم القيمة اللي على اليمين على قيمة المتغير اللي على الشمال، جميل، وده أول مرحلة. الناتج بتاع القسمة ما بياخدهوش، مالوش دخل بيه، بياخد الباقي من ناتج القسمة ويديه لقيمة المتغير اللي على الشمال، تمام؟ يعني عشان كده هو اسمه ريمايندر، اللي هو ايه؟ خارج القسمه، الباقي يعني، ها؟ الباقي من خارج القسمه. إيه هتبان لو انت مثلا مش هت... لو انت قسمت مثلا 25 على 5، يعني بص هي الامر ده بيساوي معناه مش فيه، يعني هو ايه؟ زي نفس القصه بتاعت كاني بحط العلامه ديت، يعني ان ايه؟ اقسم لي الاكس على قيمه الواي وشوف لي الباقي بتاعها كام، حلو كده؟ يعني ايه احنا كنا نقول كده، حاول تكتب ورايا كده، انا مش مستخدم القلم بصراحه لان الموضوع ربما يكون ابسط يعني شويه. بتقول كده 25 على 5 بتساوي كام؟ في نصين، في حاجه اسمها ريزلت وفي حاجه اسمها ريمين، ها؟ طيب 25 على 5 فيها الكام؟ الريزلت بتكون عباره عن 5، فلان 5 في 5 بتديك كام؟ بتديك 25. الخانه بتاعت الريمين بتحط فيها ايه؟ بتحط فيها صفر، لان مفيش رقم، مفيش باقي خلاص، لان الخمسه كلها اتقسمت على 25. فلو انت نفذت الطريقه ديت المفروض الناتج يطلع معاك كام؟ المفروض الناتج يطلع معاك صفر، لان ما عنديش باقي. حلو، تمام. باقي لو حطيت مثلا رقم زي الاربعه، فساعتها بتقول ايه؟ 24 على 5 فيها الكام؟ ايه اقرب رقم تضربه في 5 يديك او ايه الرقم اللي تضربه في 5 يديك ناتج قريب من 25. عندك مثلا الخمسة، لا 5 في 5 25، ال 25 اكبر، انا انا كده يعني 5 في 4 اقصد ب 20، الرقم اللي تضربه في ال 4، ال 20 لسه مش 25 كده، انت محتاج ال 6، حلو كده. ساعتها انت تكتب في الريزلت 6، ها، يعني 6 في 5 تديك كام؟ 6 في 5 تديك 30، لا مش هينفع، انا اسف يا رب، 6 في 4 يعني، انت بتضرب 6 في ال 4، 6 في 4 تديك كام؟ 6 في 4 تديك 24. الباقي كام من ال 24 عشان توصل لل 25؟ باقي واحد، فانت بتروح تحط في الريمين كام؟ بتحط واحد، فلو مشيتها كده تديها تلاقيها طلعت معاك واحد. تبان اكتر لو انت مثلا حطيت واحد اهو، ساعتها انت بقى عايز تعمل ايه؟ انت بتحاول او نفذ السطر، يعني انت بتقول 25 يعني على واي، يعني او انت بتحاول تقول له كده ايه؟ 25 على واحد فيها الكام؟ يعني كام تضربه في واحد يديك 25. لو انت عملت كنترول اس هتلاقي الناتج بيطلع معاك بيطلع معاك صفر، لان ساعتها هتضرب ال 25 في الواحد، 25 كلها في واحد تديك 25، فمش هيبقى معاك باقي. لو انت مثلا عملتها على الاثنين، فانت كده بتقول 25 على 2 يديك كام؟ كام في 2 يديك 25؟ اقرب رقم بيكون 12، 12 في 2 يديك 24، والباقي كام؟ الباقي معاك واحد، فيبقى معاك واحد، وهكذا. الجانب ده بالنسبه للريمايندر اوبريتور او بتاع مين بيسموه الباقي من خارج القسم، وده تقريبا محجوز في نسبه كبيره جدا، او كده كده اوبريتور موجود في اغلب لغات البرمجه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.